طبعا احنا الان في موقع معصره السمسم التقليديه التي توارثها الابناء عن الاباء وعن الاجداد. في المعاصر التقليديه لزيت السمسم استخدم الجمل في عمليات العصر، حيث يستغرق دورانه 4 إلى 5 ساعات للعصره الواحده، ويقوم العصار بربط اعين الجمل حتى لا يؤثر ذلك ايضا على الجمل في عملية الدوران، وكذلك أيضا قد يحس أيضا بالدوخة، يحس الجمل وهو مربوط العينين كأنه يسير مسافة بعيدة مستقيمة وليست يعني دوران. وطبيعة الحال هذا العمل هو يعتبر من الأعمال التي قد يرهق بها أيضا الجمل، لكن أيضا هناك أيضا استبدال للجمل بجمل آخر في العصر الثانية حتى يتم إراحة الجمل الأول في ذلك. ليست هناك أي إضافات على بذور السمسم، بل هو يعني يكون خالص من جميع الإضافات، لا يضاف عليه أي شيء في العصر، ولكن هي فقط هي عملية العصر لهذا. ثم بعد ذلك بعد نهاية 4 ساعات يتم استخراج زيت السمسم وتنقيته، وبحيث أنه يكون زيت يعني جاهز، لكن لابد أن يبقى لفترة معينة حتى تتخلل الشوائب، تنزل أيضا إلى سطح الإناء الموجود فيه، ثم بعد ذلك يبدأ في عملية البيع.